السلام عليكم. انا ملاحي مولاي يوسف، كساب 32 سنه في المنطقه ديقلي نواحي تارودانت. هاد البركة كبر لقينا ولا زينة فيها، ولا زينة لقاو جدودنا بعدا فيها، هي اللي هما الاولين. انا دخلت هاد الحرفة في 2006 فاش دخلتيها وغادي فيها. من 2006 لقيتها عند جدودنا 180 90 هي باش يدورو. حنا غادي من 2006 لجي حتى وصلنا فيها 500 راس. انا هاد الخرفان تنوجدو من العيد، العيد كبير حتى نبدا نجد العام على قدو العيد كبير. تنشريه تيدوز العيد بشهر، تنشريه تنبدا نعلف فيه حتى توصل العيد كبير، تنبيعو الكسابه اللي هي اللي بغا يضحو به. تنوجد هذا بركه اليوم انا ضروب تنشري خروف الشهر حتى يدوز العيد بشهر صغير. تنبدا نجيبو تنلقطو ونجيبو ونضحط، تنجيب الفراج تنعتي عليه هو الزرع الصباح وفي العشية. تنعتي في المثال أربع بارات الصباح وأربع عشية، نعتي خمسة ديال الزرع الصباح وخمسة في العشية وغازي معاه خمسة شهور تيجي كل هادشي. تنجيبو وتنعنا خمس شهور كلشي تيدوز هكا، حتى دوز خمس شهور تنبدا نعتي اللوبيا، بال ديال اللوبيا هو السيكالين رقيق والزرع تيبدا ياكل فيهم هداكشي وغازي معايا. تنعتيهم لين تاني ثلاث شهور هكاك، حتى يبقى رمضان شهر تنعسي العلف تاعو، نعسي الفول، نعسي السكالين، نعسي الزرع، نعسي البشنا، هادو هما المسيتاتيهم. أنا دروك لا بدا ما نزل إلا ما كاين الترقيم ما خصني نبيع الغنم، خصني يكون لها الترقيم ديالها، كل خروف بالرقم ديالو. شكون تيجيبو لونصا تديرها لينا، تجيب لنا لونصا الترقيم تدوزو تندخلو حنا للسوق بالترقيم ديالنا. اللي جاي نبيعو ليه الخروف بينا واش مرقم دايز في كل شيء. صحة هاد الأغلام تجي لنا لونصا تدير لنا التلقيح وتورينا الدواء اللي بغات الدواء تتوري لينا الجدري راه تداوي هي. إذا تدوز واحد الوقت عندها هي تجي تدوزو ليك في شهر ربعة شهر قبل العيد. تنعزل الأغلام الصغير بوحدو، الكبير الوسط بوحدو، الكبير بوحدو باش الثمنات كل واحد يتزي قياسو، ماشي شي يجي الغنم تبدا تجي يجري معاها ولا شي. كل واحد كاين التقسيميه ديالها، كل حاجه بالمسايه ديالها، الصغير بثمنو، الوسط بثمنو، الكبير بثمنو. انا 20 يوم قبل من العيد تيبداو الناس يجوا، غير تتبقى 20 يوم من العيد تيبداو الناس يتصلوا بيا انا ربي راه بنجي عندك الكليان تاعي. تيجي تيوقف تيجي ستي مول جوج خرفان ثلاث خرفان تيرشمهم تيدير الرقم تاعو تيعسين العربو تيمشي في حالته. تبقى يومين العيد الناس اخرين تيدو كالي تيهز تاني الغنم الاغنم تاعهم كالي تيهز تيديها السوق تيبيعها. كالي تيبيعني في الدار انني الناس هنا تيبيعوا في الدار، يبيعوا الناس كي تيبيعني في الكوري ديالو. اكثريه تتبيع في الكوري بزاف واكثريه تتشري دروك في الدار. الناس باو العلف نقي وباو السلعه نقيه وباو الامان تيدعس الامان حتى تيجي الخروف تاعو. هاد الغنم حنا الناس الكسابه تيعانوا بالالاف، البال غالي، الفصة غالية، الفصة دروك هي تيشريها الناس دروك 74 ريال الكيلو، 28 كيلو في البالة، نين با؟ ب 2080 ريال باش طيحة، البال دروك تيطيح ب 740 هنا، 760، 660، كاين البال دروك تيجيبوه ب 600 ريال الحشلاف، كاين ما يتقال، البال دروك إلا بغيت بال مزيان خصك تفوت فيه 800 ريال، هو راه غالي. البال الى ما الى فات 500 راه غالي. الخروف دروك تياكل لك 300 ريال في النهار، منين بغيت راه الضرر هذاك كاسب مسكين العام، الراجل كامل العام كامل هو كاسب الخروف ما عنده ما يزيد، هو كاسبو هو مسكين كاسبو وقال بغا يصور فيه شويه المعيشه لنا لولادو وبغا يزير في كبير المشاكل ديالو الكريزيات ديالو. حنا تنطلبوا الدوله تعاوننا بهذا الدعم اللي قالوا بغا يطلقوا راه يتعاونوا معنا راه الوقت كل شويه.
باش نقص لها الشمنظر ونقص لها العلف ونقص النخاله نقص البشنا نقص البشنا ونقص يتعاون مع الناس يما الا عاونتنا الدوله بغات تعاوننا بغات دعمنا بغا ينقص كل شيء. وهاد الحرفه زينه الله يعمرها دار عيشنا فيها ولادنا وكل شيء كبرناهم فيها وعايشين فيها وهذيك السيبه مهلا فيها ومداويها ومقابلها فيها الخير ما فيها غير الخير الحمد لله ماشي زعما تكون هادشي راه ما فيه راه الانسان الا غير عايش هذاك العام ودار وعايش ولادو ولقى غير راس واحد زاد عنده راه بركه ماشي تقول انت راه غازي تتكون وغازي ماشي هو الناس. نشكر الغرفه الفلاحيه على المجهودات ديالها وتنشكروها على المعاونه ديالها وتنشكروها على الصوت ديالنا اي تتوصل المسؤولين.